قلتي مفيش حاجة بتقف قدامي، بس برضو أكيد قبل الأكاديمي وقبل الفكرة نفسها ما تبقى موجودة على أرض الواقع وتبقى حقيقة، ويبقى عندك بنات واثقين فيكي وواثقين كمان في بناتك إن هم يبقوا أصحابهم كمان، كان في صعوبات أكيد، كان في تحديات أكيد. زي إيه بقى؟ هي الفكرة نفسها كانت جديدة، فكرة البنات كان أنتي بنات بس مدرسة بنات، لا أنا مش مدرسة بنات عشان عندي كونسبت العنصرية أو كونسبت، كانت شوية عشان أجين ثقة المامهات إنه دي مش حاجة ليها علاقة، لا يعني مش حاجة عنصرية، هو أكتر إن التوبكس ليها علاقة بالبنات، مش حاجة فيمينست، لا مش حاجة فيمينست خالص، هي مش حاجة فيمينست خالص على قد ما هي بتشتغل عليهم، فعشان كده هي اسمها جيرلز توك. لكن مش، لكن ما عنديش مشكله يتعاملوا مع اولاد، ما عنديش مشكله انه لازم هيتعاملوا مع اولاد اكيد، يعني في يوم هنجيب، بس دي حاجه خاصه باهتمامات البنات بتطور بالزبط. عندك زمايل شخصياتهم هم كبنات، يعني احنا بنتكلم حتى على زمايلهم في مدرسه الاولاد عادي، يبقى في علاقات بينكم وبين بعض، في استلطاف عادي، دي كلها مشاعر طبيعيه في سنكم، يعني ده حاجات كان عندي افكار كتير مش عارفه ابدا منين، فده كنت في ناس كتير ساعدتني فيه، يعني انت تمتي ماي بيست فريند، هي كنت كل يوم اكلمها مي النهارده عندي فكره كذا، تقول طب يلا نشتغل، هي كانت فعلا ما فيش وقت بتقف غير بتقول يلا نعمل، وقبل ما انا اكمل تكون هي كاتبه لي حاجه وتقول طب يلا نعمل ده، يعني انت تمتك هي كانت اكبر داعم ليكي في في البروجكت لحد دلوقتي. هي انت عظيم والله، هي دي الصداقه يا جماعه اللي بنتكلم عليها، امبارح كنا بنتكلم عن الصداقه والصديقه المزيفه والصديقه الغير مزيفه، دي حقيقه دي حقيقه قوي، احنا بجد اصحاب المدرسه، عارفه اللي هو حد بيخاف على حاجتك وعليكي اكتر منك، يعني هي بتركز، يعني هي على السوشيال ميديا قاعده مركزه هتعمل ايه، على كل حاجه هي مسؤوله عن كل حاجه معايا بصراحه. جميل، احنا بنحييكي يا معي، كل التحيه والتقدير ليكي. طيب برضو فكره بقى برضو قلتيها انت كده دلوقتي حالا في نص الكلام، ان هم يستلطفوا البنات، ما فيش مره جت بنت حكيت لك على السر؟ ان هو ادبي في المرحله العمريه دي بيبقى سر، صح معروفه يعني، البنت اصلا حتى لو هي ممكن مثلا اهلها ما يبقوش مثلا شداد عليها قوي او كده وعايزين يصاحبوها، الا انها ممكن تتكسف انها تتكلم في ده مع اهلها. لما حد جه يتكلم معاكي مثلا، ما حصلش مره وجت امه وقالت لك انت عرفتي وما قلتليش مثلا، او انت ازاي تعرفي وما تزعقلهاش او كده؟ هقول لك على سر، هقول لك ممكن يعرفوا السر ده، سر بقى تاني، سر من نوع هم يعرفوا سر معايا. السيكريت روم دي بنتكلم فيها في كل حاجه يعني، بس انا لو لقيت انه في حاجه نورت احمر او حاجه مختلفه خطوره، بقى طبعا بتكلم مع المامي وبنحاول نحلها مع بعض. بس فكره انه في حاجه، وفي مامي ساعات بتقولي خلي بالك في 1 2 3 4، هي بتديك الهنت اساسا، تقول لك في جدا يعني في مواقف كتير حصلت لي مع البنات لازم اتكلم مع الماما قبلها واعرف كل تفاصيل البنت جايه من باك جراوند عامل ازاي، عندنا مشكله في البيت، عندنا لازم اعرف كل حاجه عن البنت. فبقعد انا والماما، يعني هي لازم تثق فيا وانا اثق فيها، عارفه احنا بنشير مع بعض طبعا، يعني انا دايما بقول بناتي، هم دول بناتي فعلا زيهم زي حلا وزينة وهنا، انا ما بتعامل معاهم ان هم بناتي. مره لعبت في عيد ميلاد زينة اللي فات، كنت مع اصحابها تعالى نلعب تروث اور دير، يلا نقول كل واحد يقول اللي جواه، قلت لهم على فكره تروث اور دير الحقيقه او الجراءه، يعني تجرؤ تقول كذا او كده كده هتقول الحقيقه، فزي ما انت بتقولي هم كلهم حاسين انه هقول ما اقولش. قلت لهم عايز اقول لكم على حاجه، دي فيلينجز طبيعيه، ما هو في السن ده مين فينا ما عدتش ان هي اعجبت بممثل، اعجبت بحد معاها في المدرسه، باللغه بتاعتنا بتاعت الشباب دلوقتي كراش بالظبط كده. فانا قلت لهم الاعجاب دي حاجه، ده ربنا خلقنا كده كلنا عندنا فيلينجز، اي حاجه جميله بنحب نبص عليها، حاجه ممكن حد طريقته بتكون كويسه في الكلام معانا، نفس الحكايه عند الولاد، هي دي فيلينجز طبيعيه عند الولاد والبنات، ان انت حد كويس معاكي، بس في ريد لاينز ما بنعديهاش. بالظبط، في ريد لاينز ما بنعديهاش، لكن لما تقولي مثلا مامي بصي انا معجبه بده، لطيف بيعاملني كويس، ثانك يو سو ماتش، اكتر من كده مش بنعدي الريد لاينز، لان مش دلوقتها هنعديها، كل مرحله وليها وقتها هنعديها بعدين. بتبقي واثقه ان هم يسمعوا كلامك، بتبقي واثقه ان اللي بيتقال هو كل الحقيقه، لانه برده خدي بالك السنه ده يعني شويه بيبقى عايز، زي ما احنا عايزين نخليهم يعتمدوا على نفسهم، هم كمان بيبقى عندهم عايزين يعتمدوا على نفسهم، ودي بتبقى اسهل طريقه لان ده بيبقى اختيارهم الشخصي، ما فيش عليه سوبرفيجن قوي بالنسبه، يعني كده بالنسبه لهم هم كتفكيرهم كمراهقين، مش بتكلم على اللي بيحصل. بصي في الحقيقة لو بنتكلم على بناتي انا في البيت، انا ما عنديش رد، يعني مفيش حاجه ممنوع نتكلم فيها، حتى لو عدينا، يعني مش فاكره ان واحده فيهم ممكن تكون كذبت او ممكن تكون قالت حاجه مختلفه، عشان انا ردي فعلي دايما بخلي بالي من رد الفعل، يعني حتى لو هي عملت حاجه تضايقك او تضايقني او عارفه انها غلط، هي بتيجي تقول، فعارفه انه اخري انا، طب انت زعلانه، طب انت متضايقه، طب انت، طب نحلها ازاي مع بعض. ففي حاجه وانا دايما بحط توقعات ايه اللي ممكن يكون هيحصل، بس انا برده مربيه وعارفه الريد لاينز لحد فين،
ومهم قوي قوي كل ام تعرف الكوميونتي بتاع بناتها. انت حطاهم مع مين؟ خارجين مع مين؟ مين صحابها؟ المحيط بتاعها، اصحابها، رايحه بيت مين؟ والناس اللي بتقوم عارفها. رايحه بيت مين؟ انت عارفه الام والاب دول كويس؟ مش اي بيت ينفع نروحه. بالظبط. مش عشان هم معاه في المدرسه فينفع نروح البيت ده. فانا شويه يعني يمكن بجمع بنات صحاب بناتي عندي في البيت كتير قوي عشان وبشوف ومامهاتهم صحابي وجروبات الواتساب بيبان يعني بيبان. بتبقي عارفه فعلا مين الاهل اللي ربوا وتربيه على الاقل حتى شبهي. مش حكايه مش تقييم ان هي كويسه او مش كويسه. لا 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 لا. شبهك. شبهي انا مش مكاني ان انا اقيم مين كويس ومين انا ليا حاجات بتاعتي وبتاعت بناتي انا بمشي عليها وهم عارفينها. يعني بفرح قوي لما زينب تكون لوحدها او حاله تكون لوحدها والاقي مامي بتكلم تقول لي بنتك عملت 1 2 3 ايه ده بيسمعوا ده بيبسطني. حلو قوي. بناتي في الاكاديمي في ثقه بينا كبيره قوي. هم في ناس منهم يعني عندي عليا باديه معايا من 7 سنين وعليا دلوقتي عندها 13 سنه ما شاء الله. فما فيش حاجه بينا ممنوع نتكلم فيها. بس هنقول الحقيقه كان سنها 7 سنين بدات عندي. انت تعتبري يعني الجاد ماذر بتاعتي. عليا بالنسبه لي حاجه علوله فظيعه يعني.